الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إلهي سبحانه وتعالى حكمة ديسا وحاكمة إنه أيالي إنسانك أعداء أعداد سأقر حين هيا دمبيك أنا فضضين هيا وحفظت أقعد لك هيا خير كان كرد يرين هيا أرنك سوى حكمة إلهية أعداد سدح بأقوم مهم صن والشيطان والهوى وحويان كان سدحات النفس الأمارة بالسوء نفت هذا حمانتك وأمريس صدح ذانا قرآنك كريمك يا إلهي كشك إلهي وحير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطانك عدو بإذيه وإذن لمنيا عدو كياش إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وحوية ليا كوحديسة يا قروب كيسة يا أرور كيسة إنه كم من نقدان نار تصعيرة أصحاب تلقوهرية إنه كم من نقدان أي شيطانك إن كوييره إن بضان إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كريمك وإنه قدقي إنه نره راعنه شيطانك تلابوينك عدو قلبادي وحويان نفتا هذا حمانتك وأمريسة وكفريسة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفط وامد حمانت أمرد بدن إلا قف إلهي أن حريستي ونفتي سإلهي أهنونيي وهداية إلهي أسعي نفتي سخير كأي أمر يسمعني نفط حمانت إني كو أمرت أي غالب أطه وحين تعشى هاي وحن نار تلقو قل ولذلك بقى النبي قحيري عليه الصلاة والسلام نار توحى لقوها ريريو لقوها ريتشيي وحين نفط أي تعشى جندنا وحا لغو وريجيه وحا نفتو اي نعيس عدو صدحات او الله وحا ويان الهوى هوى ذا اي طمع اي وحا تعش اجعلاتي او قفكو هودي سيسكرع الهينا سبحانه وتعالى وحليه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى قفك الهي كعب صده الاستاقي سي مقام كيسة نفتي سنة كربها وديدا جندا أياه وأقفك إسقى إلهي وعليا فرأيت من اتخذ إلهه هواه بل كور قف نفتي سكي شيء إله عابد يهودي سكنت وأريخ ترى إن قفك وحى نفتي سو أي شعلاته وهودي سيضم عيسى وقدر يمه وأهج سناده وأفضب ناده وأريخ ترى ويا هذه أعداد إنسان كله يلي دم بيجينا أي أقر حنا هيان مر والبناء أي كد ذاليان إنه دم بيجا كدعه وحر رحمة إلهي وإلهي إنه يقول نمعي إلهي إنه نوي يلي لنعكله أسباب هذان لن ما الله دم بيجي أي صدح راس إنه جردين إلهي إنه قد عفاه أسباب هاس إلهي دت كدم بيجا وقد عفاه وأقوال لغوهات لهايو إيا أعمال لسمينا هايو وإلهي كتاب كيسايا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نلكوكوشي ديهي وحاقوه الرأي الإيمان والعمل الصالح قفكو إنتو إلهي رميسي هاي أو إيمان كأسو إيمان كيسو إلهي رميسي هاي ومؤمن أوي هاي عمل صالحان أولا إيمان أيو دنبكيس إلهي وعطافيا وحا إلهي أوليهي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم كو إلهي رميي انت الأمرين الرميان رميي أعمال صالحات ليمد وان أسترينا أو أسترينا أو أدافينا أو أدافينا سيئات كي يدنبيدو ذا أيان أدافينا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون آخرنا وحا لغو أمال مرينيا أو لغو أمال مرينيا وحي عمل وناكسنو أي لي مادين
كيس وجوناك بدن أي لغو أمال برينا يا أهلي. ولذلك بأن نبي جوحي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. كان هذا إرده إذا أيا لفراء مالنت إثنينتا يا مالنت خميستا. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إلهي وحو أدن بدافيا قف كستو إلهي أن أشركي لهين إلهي وأدافيا. ما دام إيمان يا عمل صالح أو ليمد شركي جنا أو كدر هذا إلهي دم بيجي سوا دافيا. وحكم إذا ما حياتك إن كبائر تقف كدر هذا. هذو كبائر تكدر هذا والله دافيا صغائرته. إلهي وحلا يا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذات كديراتان دنبيه دو واوين ولا إذن كريبا كوه ولا إذن كريبا يكوه دو واوين كهذات كديراتان سيئات كوان إذن دافينا. نبي قلنا وحيري عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلاة ذا شنطة رمضان كإلى جمعة إلى جمعة كله رمضان كإلى كيسة كله أنت وده حيس أي الله قد عفقك هذو كديرادو كبائرتا يدنبيه ذو وين هذو كديرادو. وحاكم إذا الدنبيه ذا وحيالها ترتروا كباب بينها هي التوبة الصادقة توبت كان ربا هدا لتماندد إلهي وقود عفيا دنبيه هداك توبت كنت إلهي سبحانه وتعالى وحينه الشيقي الضوامة العباد الصالحين إن يهين كوا إلهي غير كيس أن عابدين إن يهين كوا أن زنيسا إن يهين كوا إلهي أن أشركيال مركز إلهي وحينه سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قف كاس لي سمايا دنبيه والله عذابيا وانا الله الله بيا وحا إلهي أكدبا مريي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا قف إلهي النقضي أو التوبت كاني أو سميي عمل صالحا أو وناكسا كواس إلهي النقضي أو التوبت كاني سيئات كودي حسنات أيا اللوغو بدليا إلهي وأدافهيا حسنات بان إلهي سبحانه وتعالى أو بدليا وحاكم إذا وحيالها الدنبق إلهي وكرد عفوه وأمد إلهي وقد دنبق عفوه إنه قفك استغفار لي ماذا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بضن أيونه أمريا إنه استغفار تلني معنه إلهي نوحو نوشيك سبحانه وتعالى حديث القدس يوحو كل أيهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار الضوامة إذي وهبين يمال بواد قفيسان وأنا أغفر الذنوب جميعا دنبيه ذا دمان تودنا أنقوان دافا فاستغفروني أغفر لكم إويديس إن أنا دين دافا وأنا دين عفيو دنبي دافي ويديس أنا دين دافا إلهي باكونا دين أيا ما دام أعطي بني آدم دنبي قول لحريره وهبين يمال بقفا هيا إلهي وحو كل يا دنبي أوردن أيان دافا أنا إويديس وأنا دين دافا تاسنا وحويان إن قفكو استغفار تأوبت صدو وحاكم إذا أسبابها إلهي دنبك كرد عفوه ويسقاتك أياكم إذا وحو النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ هكذا مركي النبي ويسقاته والصحابة أوبريب وحو يريب قفك سيدا أو ويسقاته غفر له ما تقدم من دنبه قفك لي ما دد ويسقاتك النبي صلى الله عليه وسلم وقابك النبي ويسقاته ويسقاته وحو النبي يريب وحا الله عفا دنبك سوى الله عفاه ريب وحاكم إذا أسبابها إلى هاي دنبك كرد عفو الصلاة والمشي إليها صلاة إيا إلا الصعوده صلاة إيا آدد الآدى يا مساجد إلى هاي دنبك كرد عفو ولذلك كما النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ورميانا إذن تسهين وإذن برهين وحا إلى هاي أكتر ترى الدنبك ويرفع به الدرجات قفكنا إلهي الدرجات كالجنة أوجو كريالو صحابة وحي إلى أن بلا يا رسول الله رسول كإلهي دو إنا نتسهين إسكدها إنا تصعو إنا شك وحي إلهي دنبقنا كرد عفايو درجات كان إلهي نوجو كريالو مركز سانبي يري إسباق الوضوء على المكاري
way saqaadka oo lagu xeel dheeraado waliba xilliga biyuhu qabowga yihiin iyo jawigu qabowga u yahay oo qofku uu dhibsanahayo inuu si fiican u weysaqaato wakathratu lkhutaa ila almasaajid tilaabada masaajidka loo qaadayo oo la badiyo oo qofku mar walba uu ka caado dhigto inuu ku noqnoqdo masaajidka wاntidaaru الsalaati bacda الsalaa fadalikum الribaaط qofku salaada markuu ka baxo inuu salaada kale ku sugo oo qofku uu noqdo qof xabisan oo difaac ku jira oo xabi naftiisa masaajidka iyo khayrka ku xabiso oo uu ahaada mid salaad intuu dhammeeya salaad kale masna sugahaya masaajidkiibuu soo gelayaa waa sunaysanayaa naftiisa ayuu xabisayaa tii kale ayuu ku sugayaa kuwaasi waxay ka mid yihiin nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam kuwa ilaahay dembiga ku tirtiro qofkana ilaahay darajaad sare ku siiyo waxaa ka mid a waxyaalaha ilaahay qofka ugu dambi dhaafo asadaqa inuu qofku sadaqada bixiyo ayaa ka mid ah wuxuu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam wاlsadaqatu tudfiu اlkhati'a kamaa yudfiu اlmaau اnnaar sadaqadu waxay damisaa dembigay kaa damisaa iyo gafka ayay kaa baabi'isaa sida biyuhu dabka ay u damiyaan oo kale waxaa ka mid a alxaju waalcumra qofku inuu xajka iyo cumrada aado wuxuu nebigu yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaldunuub isdaba dhiga oo joogteeya xajka iyo cumrada aada waxay cayriyaan faqriga iyo dembigay qofka ka kaxeeyaan sida waxa weeyaan birta marka la soofeeyo wasakhda looga dhaqo oo waxa weeyaan soofuhu uga baabi'iyo waxa mirira oo fulay ayay waxa weeyaan xajka iyo cumradu qofka dembiga ay ka dhaqaan faqrigana ay ka cayriyaan waxaa ka mid a masaa'ibta qofka mu'minkaa ku dhacaysa qofkii waa xanuunsanayaa jirha ku imaanaysaa maalkiisii baa dhibaata gaaraysaa gurigiisii iyo awlaaddiisii iyo ahalkiisii baa dhibaata ku dhacaysaa waxyaalo masaa'iba oo ka nixiya ayaa soo marahaya ayagana ilaahay subxaana wa tacaala dembiga ayuu ku dhaafaa wuxuu yidhi abu hurayra kama fii saxiixi muslim markay soo degtay aayaddan man yacmal suu'an yujza bih qofkii dembi sameeya oo xumaan sameeya waa laga amaal marin waa lagu ciqaabaya saxaabada aayaddaasi markay soo degtay aad iyo aad bay u cabsadeen haddii qofkii dembi sameeyaba waxa weeyaan dembigaa uu sameeya lagu ciqaabahayo aad bay u baqeen markaasaa nebigu yidhi qaaribuu wasadiduu dhexdhexaysta oo waxa weeyaan dhexdhexaadka sharciga ilaahay xadgudub ha xadgudbinina quluwiga iska ilaaliya dhexdhexaysta oo toosnaada fa fii kulli maa yusaabu bihi lmuslimu kafaara wax allaale iyo waxa qofka mu'minka ah ku dhacaya muslimka ah oo dhibaatooyin ah kafaari u yihi waa loogu dhaafay hadduu dambaabay oo dhibaata ay ku dhacday dhibaatadaas ayaa ilaahay dembigii ku uu galay uga dhaqahaya xata shawkati xata nakbati yunkabuha turunturada iyo kufidda la kufinahayo uu kufahayo qofka muslimka ah xataa damidhaaf baa ilaahay ku siinaya waxata shawka yushaakuha qodaxda mudaysa oo lagu mudahayaba allaha ka dhigee dembidhaaf baa laga siinaya macnaha qofka muslimka ah dembigii maadaama uu ka dhacahayo waxaa dhinac socda waxyaalo isaga dhibahayo oo masaa'ib ah oo ilaahay dembiga uga dhaqahayo waxyaalahaasi haba yaraadeen qodax muddayba ha ahaadeen kufid yaroo uu kufayba ha ahaato ilaahay subxaana wa tacaala mee cillaa dhigi mahayo xoogaagaas qofka mu'minkaahi dhibkaahoo ku yimid ilaahay ka dayici mahayee dembiga ilaahay uga dhaqahayo waxaa ka mid a kafaaraadka asiyaam qofku inuu soomo wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi qofkii ramadaanka sooma isagoo ilaahay rumaysan ka ajar xisaabsanaya dembigiisa ayaa loogu dhaafaa tobankaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha qofka ilaahay subxaana wa tacaala ugu dembi dhaafo maadaama marka qofkii muslimka ahaa uu yahay qof walba marka dembigii ku dhacahaya oo mar kasta dambaabahaya oo habeen iyo maalinba gafahaya masna ilaahay raxmaddiisa iyo naxariistiisa waxaa loogu deeqay intaas oo waxyaalooda oo kala duwan oo masna ilaahay ugu naxariisanahayo oo dembiga uga dhaqahayo waa inaan marka walaalayaal ka faa'iidaysanaa inaynu toobad la nimaadno inaynu camalka saalixa ku dadaalno
inaynu sadaqada aan badsanno, inaynu salaada aan badinno, salaada masaajidda socodkeeda aanadeen aan badsanno, inaan waxa weeyaan kabaa'irta ka dheeraano, inaynu waxa weeyaan istighfaarta aan badinno, kulligood waxa weeyaan almaaxiyaat, kuwa qofka dembiga ka tirtirahaya weeyaan. إلهي سبحانه وتعالى هنا وافتيو